السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة، إن شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون معانا فرصة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا منح وفرص كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل المنح والفرص، اتكلمنا عن منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، دول كتيرة جدا مختلفة، وكمان اتكلمنا ازاي ممكن تعمل خطاب التوصية وخطاب النية بشكل احترافي، وكنا اتكلمنا عن سلسلة فرص تطوع والسفر الى الخارج، وكمان عرضنا فرصة حصرية التقديم والقبول فيها عن طريق قناتنا، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شبه ممولة بالكامل من سكن وطعام ورحلات ومميزات كتيرة جدا، ولكن التقديم لها انتهى يوم 2 ديسمبر، وان شاء الله اعلان نتيجة الفائزين بهذه المنحة هيكون غدا. طيب، وعشان كمان توصلك اي حاجة جديدة من القناة يا ريت تعمل سبسكرايب للقناة وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة، واحب انوه كمان ان جميع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك وكمان رابط التقديم الخاصة بالفرصة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتكون موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نتكلم عن الفرصة بتاعت النهاردة ونعرف كل التفاصيل عنها. بيقول لي انها فرصة تدريب في النمسا مقدمة من مؤسسة اي اس تي، تمام؟ دي فرصة تدريب من دولة النمسا، وطبعا دولة أوروبية، يعني لما تاخد فيها تدريب دي حاجة جميلة جدا، وكمان هيكون فيها في المنحة دي أو الفرصة دي مميزات كتيرة، وهنتعرف على كل التفاصيل بتاعة الفرصة دي. المؤسسة المانحة للفرصة دي هي Institute of Science and Technology، تمام، وهي موجودة في العاصمة فيينا. الدول المتاح ليها التقديم للفرصة دي جميع الطلاب بغض النظر عن الجنسية أو بلد الإقامة مؤهلون للتقديم، يعني أي شخص من أي دولة مؤهل للتقديم، يعني مش لازم يكون دولة معينة، لا كل دول العالم متاح ليها التقديم. مدة البرنامج هي ايه؟ بيقول لي مدة البرنامج من 8 الى 12 اسبوع، يعني من 15 مايو الى 15 سبتمبر، والمرشح يختار وقت البداية والنهاية للبرنامج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الفرصة دي هتكون حوالي شهرين او 3 شهور، وانت متاح ليك انك تبدا البرنامج ده 15 مايو الى 15 سبتمبر، طبعا هنا المده اطول حوالي هنا 4 شهور او حاجه، فانت يعني متاح ليك انك ممكن تختار من 15 مايو البدايه، ممكن مثلا في طلاب هيكون وراهم دراسه مثلا، فممكن تختار انت من شهر مثلا يونيو مثلا يوليو وهكذا، انت ليك وقت الاختيار ووقت انتهاء البرنامج، وقت البدايه ووقت النهايه بتاعت البرنامج ليك حريه الاختيار فيه، تمام؟ التمويل بقى بالنسبة للفرصة دي بيقول لي هي ممولة بالكامل، فيها مرتب شهري كبير، طبعا هم ما ذكروش المرتب الشهري كام عشان ما حدش يسألني كام المرتب، ولكن هم ما ذكروش وقالوا بس انه مرتب كبير جدا وهيكفي للمعيشة ومصاريفك الشخصية. تذاكر الطيران كمان ذهابا وإيابا بالمجان عليهم. هتاخد كمان تأمين طبي لا قدر الله في حالة حدوث المرض أو حادث أو كده، هيكون كل تكاليف العلاج عليهم. السكن كمان بالمجان داخل الحرم الجامعي، يعني هيكون في سكن وكمان بالإضافة للمرتب، يعني حاجة جميلة جدا. كمان خدمة المواصلات بالمجان داخل العاصمة فيينا، كل مواصلاتك سواء التنقلات في داخل المدينة هتكون بالمجان من غير ما تدفع أي تكاليف. طيب التخصصات اللي بتشملها المنحة دي أو الفرصة دي، الفرصة دي فيها تخصصات كتيرة جدا زي الأحياء وعلوم الكمبيوتر وعلم البيانات والرياضيات والفيزياء وغيرها من التخصصات الكتيرة جدا، سواء تخصصات طبية هندسية أدبية، لا فيها تخصصات كتيرة جدا، وعشان يعني تحصل على القائمة الكاملة للتخصصات هتيجي عند كلمة هنا وتضغط عليها هيدخلك على كامل التخصصات المتاحة في المنحة دي، دي كل التخصصات، وقدام كل تخصص هتلاقي البروفيسور بتاعها، تمام؟ يعني هتلاقي الأستاذ المسؤول عن التخصص ده اللي هو بيدرسها، هتلاقي اسم الأستاذ بتاعها، تمام؟ تقدر بقى تشوف انت التخصص اللي انت عايزه واللي انت حابب انك تنضم ليه. طيب نكمل باقي التفاصيل. شروط التقديم، وركز فيها كويس جدا، شروط التقديم للبرنامج ده يجب ان يكون المرشحون مسجلين حاليا في بكالوريوس او ماجستير، يعني لازم تكون انت حاليا بتدرس بكالوريوس او ماجستير، لو انت مخلص بكالوريوس ما ينفعش، لو انت مخلص ماجستير ما ينفعش، لازم حاليا تكون بتدرس، هي دي الفكرة، تمام؟ كمان من ضمن الشروط بالنسبة لطلاب البكالوريوس لازم يكونوا كملوا الفصل الرابع على الأقل من دراسات البكالوريوس، يعني أنت لازم تكون حاليا أنهيت السنة التانية ليك في درجة البكالوريوس، يعني لازم تكون كملت 4 ترمات أو 4 سمسترات في التخصص اللي أنت بتدرسه حاليا في الجامعة بتاعتك، ولو أنت بتسعى لدرجة الماجستير فأنت عادي، حتى لو أنت من السنة الأولى في درجة الماجستير تقدر تقدم، مفيش مشكلة. طيب
الأوراق المطلوبة بقى للتقديم في الفرصة دي أوراق بسيطة جدا، مطلوب منك السيرة الذاتية اللي هي السي في بتاعك، مطلوب خطاب النية، وكنا اتكلمنا سابقا وعرفنا ازاي ممكن نعمل خطاب النية اللي هو البيرسونال ستيتمنت او الموتيفيشن ليتر، وسهل جدا، وفي اعلى الشاشة هيظهر لكم رابط الفيديو الخاص بشرح خطاب النية وخطاب التوصية، تقدر اللي انت تشوفه لو انت مش عارف ازاي تقدر تعمله. طيب مطلوب ايه كمان؟ كشف درجات لاخر سنة دراسية او درجة دراسية حصلت عليها، يعني كشف تفصيلي بدرجات او بدرجات المواد اللي انت درستها في اخر سنة. كمان مطلوب منك 2 من خطابات التوصية، هما طالبين خطاب توصية واحد، ولكن انت من الافضل انك يعني تحط لهم 2 من خطابات التوصية، هما قالوا كده، قالوا ممكن تحط 1 او 2، ولكن يفضل لو كان 2 من خطابات التوصية. طيب كمان بالنسبة لشرط اللغة الانجليزية، شرط اللغة الإنجليزية في هذه الفرصة مش إلزامي، يعني مش شرط يكون معاك تويفل أو أيلتس أو أي شهادة لغة، لا تقدر تقدم عادي من غير شهادة اللغة، لو كان معاك شهادة لغة يبقى تمام يعني حاجة كويسة، لو مش معاك تقدر تقدم برضو عادي للفرصة دي. آخر ميعاد للتقديم هو 1 فبراير 2020، يعني لسه قدامك الوقت طويل جدا، وبرضو الأبليكيشن بسيط فإن شاء الله مش هياخد معاك وقت، بس من الأفضل إنك تقدم بدري عشان فرصتك تكون أفضل يعني. هنا حطيت لكم اللينك بتاع التقديم، وهنا ده لينك الاعلان الرسمي للمنحه. تعالى كده نبص سريعا على الاعلان الرسمي للمنحه، نضغط عليه ونفتح اللينك او الاعلان الرسمي الخاص بالمنحه، هتلاقوا كل التفاصيل بتاعت المنحه هنا، هتلاقوا اللي هم البرنامج بيكون ما بين 15 مايو و15 سبتمبر اللي هو بياخد من شهرين الى 3 شهور، البرنامج التدريبي، الاوراق المطلوبه منك هنا اهي، تمام، السي في بتاعك، البيرسونال ستيتمنت زي ما كنا وضحنا، دي التمويل الخاص بالفرصة، يعني كل التفاصيل هتلاقيها هنا. طيب نرجع بقى لباقي التفاصيل. عشان نقدم للفرصة دي انت هتيجي هنا عند اللينك ده، عند اللينك قدم الان او ابلاي ناو، وتضغط عليه عشان تخش الابليكيشن التقديم، والابليكيشن بسيط جدا زي ما هنشوف، مش هحتاج منك مجهود. الابليكيشن اول حاجة هيظهر لك بالطريقة دي، انت كمستخدم جديد محتاج ايميل وباسورد عشان تخش للاكونت بتاعك. طب انا كمستخدم جديد ما عنديش ايميل وباسورد اعمل ايه؟ هتيجي عند الجزء اللي فوق ده وتعمل اي نيد تو ريجستر، يعني لازم يعني او محتاج اسجل، تمام. عشان تعمل اكونت جديد مطلوب منك الاسم بتاعك، الاسم الاول الاسم الثاني، مطلوب منك الايميل بتاعك، مطلوب منك الباسورد، تمام، وبعد كده تضغط على كلمه ريجستر. لما تضغط على كلمه ريجستر هيجي لك رساله على الايميل بتاعك اللي انت حطيته هنا، الرساله دي فيها زي لينك تفعيل تضغط عليه عشان تقدر تفعل الايميل بتاعك. طيب بعد لما حطيت البيانات دي هرجع تاني بقى للجزء ده اللي هو الخاص بالايميل والباسورد عشان اخش الابلكيشن بتاعي. هتكتب الايميل اللي انت سجلت بيه والباسورد اللي انت حطيته وتضغط على كلمه لوجين هنا، تمام. لما نضغط على كلمه لوجين هيدخلنا للابلكيشن الرئيسي بتاعنا، بس خلي بالك بقى، ركز معايا، دي فرص تانية بتقدمها المؤسسة دي اللي هي Institute of Technology، تمام؟ فأنت هتيجي هنا تبص هتلاقي فرص كتيرة جدا، أنت محتاج إيه؟ أنت محتاج إنك تقدم للفرصة اللي اسمها IST Internship، تمام؟ فأنت مالكش دعوة بباقي الفرص اللي موجودة هنا، يعني ما تضغطش عليها، هتيجي عند الفرصة دي وتعمل Open Application أو Start Application، تمام؟ لازم يكون الاسم ده بتاع الفرصة IST، تمام؟ طيب تعالى بقى، دي كده نبذه عن البرنامج تاني، بيوضح لك بعض التفاصيل سريعا عن البرنامج. هنا بقى دي البيانات اللي انت محتاج تملاها عشان تقدم للبرنامج. اول حاجه محتاج اسم الاول، اسم التاني، تاريخ الميلاد، الجندر بتاعك، الدوله اللي انت قاعد فيها حاليا. هنا بقى تركز كويس جدا، هنا مطلوب منك خلفيتك التعليميه او دراستك، انت بتدرس حاليا ايه دلوقتي، بكالوريوس ولا ماستر ولا دكتوراه ولا بتدرس دبلومات مثلا، ولا دراستك يعني نوعها ايه. بتكتب هنا التخصص اللي انت بتدرس فيه، بتكتب المؤسسه اللي انت بتدرس فيها، بتكتب الويب سايت بتاع الجامعه او المؤسسه اللي انت بتدرس فيها، التخصص او هنا الديبارتمنت بشكل عام، يعني مثلا لو انت بتدرس هندسه يبقى بتكتب مثلا انجينيرنج، وهنا تكتب مثلا سيفل انجينيرنج مثلا على حسب التخصص بتاعك. تكتب طبعا المدينه والدوله اللي فيها الجامعه والتاريخ اللي انت متوقع تتخرج فيه، هتتخرج امتى من الجامعه بتاعتك، والدرجات اللي انت حصلت عليها. هنا مطلوب منك كشف الدرجات، هتيجي تعمل تشوز فايل وتعمل ابلود للفايل ده هنا اللي هو كشف الدرجات بتاعك، تمام. هنا بيقول لك لو انت عندك درجه سابقه، يعني مثلا بالنسبه للناس اللي هتقدم للماجستير او بتدرس حاليا ماجستير مثلا،
فانت مثلا عندك درجة سابقة اللي هي درجة البكالوريوس، فهتضغط يس عشان تقول انا درست مثلا بكالوريوس سابقا مثلا. تمام، لو انت طالب بكالوريوس وعايز تقدم للفرصة دي بقى تضغط على نون انك ما عندكش درجة سابقة، فبالتالي مش هيظهر لك الجزء ده. طيب هنا بيقول لك بقى يعني تختار البروفيسور بتاعك اللي انت عايزه عشان البرنامج. تمام، يعني التخصص اللي انت اخترته. ولو تفتكروا احنا هنا لما جينا نرجع تاني للجزء ده، عند كلمة هنا، عند كلمة هنا كان بيفتح لي التخصصات وقدامها الدكتور او الاستاذ المسؤول عن كل تخصص، فانت تقدر تختار بحد اقصى 3 تخصصات او 3 اساتذه عشان يبقوا مشرفين على التدريب بتاعك. تمام كده، فانت تيجي تختار الاساتذه من هنا على حسب التخصص اللي انت عايزه. طيب بعد كده بقى فاضل جزء الاتاتشمنتس، يعني المرفقات او الاوراق بتاعتك. اول حاجه مطلوب منك السي في، هتحطه هنا. مطلوب بيرسونال ستيتمنت اللي هو خطاب النيه. مطلوب منك شهادة اللغة، ولكن تعالى للجزء ده هنا واقرأ معايا التفصيلة الصغيرة دي. بيقول لك language certificate مش إجبارية، يعني الـ IELTS TOEFL GRE مش إجباري إنك تقدمهم للفرصة دي. يبقى لو أنت ما عندكش شهادة لغة بتسيب الجزء ده فاضي عادي. تمام، هنا بيقول لك أزر، لو معاك أي شهادات تطوع أو شهادات تدريب أنت حصلت عليها، يعني عندك حاجات ممكن تساعد على القبول بتاعك بشكل أكتر، تزودها هنا. تمام، في ملف واحد. بيقول لك هنا معلومات اضافيه، بيقول لك سمعت عن البرنامج ده ازاي، يعني عرفت عنه ازاي، عن طريق اليوتيوب ولا من صديق ولا من ايه، تكتب عرفت عن البرنامج ده ازاي. بيقول لك هل انت تطوعت قبل كده او عملت تدريب قبل كده، فبتختار مثلا انا اتدربت مثلا في تخصص معين لمده 3 شهور او 6 شهور وهكذا. تمام، ولو كان عندك فعلا تدريب تكتب تفاصيل التدريب ده. بيقول لك هل انت عندك خبرة معملية، يعني مثلا في تخصص من التخصصات البرنامج عارضها، فلو عندك بتقول يس، لو ما عندكش بتقول نو. تمام، وبتكتب تفاصيل التخصص او التدريب اللي انت عملته لو عندك. تمام، هنا بتختار الحاجة اللي انت عايز تشارك فيها او اللي انت عندك خلفية فيها، يعني مثلا انت عندك خلفية في البيولوجي او الكيمستري او الكمبيوتر ساينس او الماثماتيك او فيزيكس او اذر، بتختار التخصص اللي انت عندك فيه خلفيه. لو ما عندكش في اي واحد من دول بتختار اذر وبتكتب تفاصيله. تمام، بيقول لك لو عندك ابحاث نشرتها قبل كده، هل انت نشرت ابحاث سابقه او اي شيء ليك، فتقدر تكتب تفاصيله برضو هنا. هنا مطلوب منك بقى التوصيه، وزي ما كنا وضحنا قبل كده سابقا كتير ان خطابات التوصيه اصبحت اونلاين، يعني انت بتحط هنا بيانات الشخص اللي انت عايزه يعمل لك التوصيه. تمام، وبتكتب ايه علاقته بيك، يعني هل بيدرس لك ماده ولا يعني كان استاذ عندك او مثلا صاحب عمل لديك، فبتكتب كل التفاصيل دي هنا. ولما بتكتب التفاصيل دي هو بيوصله على الايميل بتاعه اللي انت هتحطه هنا رساله او ريكوست، وهو لازم يملى البيانات اللي هتطلب منه في الرساله دي. تمام، طبعا مطلوب منك او مش مطلوب، يعني عادي اختياريه، ممكن تقدر تضيف شخص تاني للريكومنديشن ليتر، ويبقى كده انت مثلا ما عندك شخصين، ولكن الحد الادنى هو شخص واحد فقط. خلاص كده يعتبر ملينا الابلكيشن. بتيجي عند اخر جزء بعد ميل الابلكيشن وتضغط على كلمه سبميت. تمام، تضغط على كلمه سبميت هنا في الاخر بعد لما بتملى الابلكيشن ده. كده كل البيانات مكتمله عندك، ابلكيشن بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه. فرصتك في القبول كبيره، الفرصه دي مش محتاجه شهاده لغه ولا اي حاجه، فإن شاء الله بإذن الله تكون فرصة مفيدة ليكم. أتمنى يا رب يكون الفيديو ده مفيد ليكم، وإن شاء الله بإذن الله موفقين ومقبولين في الفرصة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.